وما زلنا مع الوزراء الذين شاركوا في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، وأكدوا أنه واجب وطني خاصة، وأنه سيكون بمثابة بيت خبرة للحكماء. وقال الوزراء إن انتخابات مجلس الشيوخ هو استحقاق دستوري يجب على الجميع المشاركة فيه. وسط تأمين كامل من رجال القوات المسلحة والشرطة للعمليات الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، أدلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصوته الانتخابي، حيث أكد عقب إدلائه بصوته أن حق الوطن على أبنائه يقتضي المشاركة الإيجابية في بناء مؤسساته النيابية الديمقراطية. بناء المؤسسات الدستورية والنيابية سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ أو في انتخاب المحليات أو في أي استحقاقات وطنية، ده جزء من أدوات بناء الدولة وجزء من ترسيخ كيان الدولة. ودايما يعني بندي رسالة إن إحنا أهل لأن نمارس ديمقراطية حقيقية صحيحة.